العمرانيه تاع رطب الغاز، مشروع رطب الغاز اللي داسمه سي محي الدين في بلديه بوركيكا من مناطق الظل. هذه تكلفة المشروع قدرت ب 15 مليون دينار جزائري، مدة الإنجاز 3 أشهر، حيث يستفيد الربط حوالي 245 سكن. نسبة الإنجاز الجارية 30%. نسبة الإنجاز قدرت ب 30%. شحال قال لي 3 أشهر؟ 3 أشهر. السيد هو اللي عنده 3 موا أبارتي من 23 جونفي 2024 راه من ديالي سي 3.5 كيلومتر 6 متر. ما خدمتش عندي هوموغاسيون غاز.